الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قالت مجلة ذا إيكونوميست البريطانية إنه من غير المتوقع تعافي الاقتصاد العراقي عام 2022، وأوضحت المجلة أن الشرق الأوسط سيبقى مكانا شديد التعقيد بالنسبة لمصالح الأعمال الدولية، متوقعة تزايد زخم التعافي الاقتصادي في العام المقبل من جراء جائحة كورونا باستثناء البلدان المتأزمة اقتصاديا مثل العراق ولبنان وسوريا وفلسطين واليمن. انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف في البورصة الرئيسة في بغداد، فيما استقرت أسعار الصرف في كردستان العراق، وسجلت بورصتا الكفاح والحرثية في بغداد أكثر من 148 ألفا لكل 100 دولار. أما في أربيل فقد شهدت أسعار الدولار استقرارا، حيث بلغ سعر الصرف 148 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي. أعلنت وزارة النفط الحالية في العراق أن إنتاج الغاز المصاحب خلال شهر آب الماضي في البلاد بلغ 2735 مترا مكعبا باليوم، وأوضحت الوزارة في إحصائية لها أن كميات المحروق من الغاز بلغ 1398 مترا مكعبا باليوم، مشيرة إلى أن إنتاج شركة نفط الشمال والوسط من الغاز المصاحب بلغ 342 مترا مكعبا باليوم. وتفيد التقديرات الأولية لوزارة النفط بأن العراق يمتلك احتياطيا يقدر بنحو 124 تريليون قدم مكعب من الغاز. قفزت أسعار الغاز في القارة الأوروبية إلى مستويات قياسية جديدة وسط ارتفاع الطلب مع قرب حلول الشتاء خصوصا في آسيا، وذكرت وسائل إعلام غربية أن السوق الأوروبي سجل ارتفاعا بنسبة فاقت 24% حتى وصل إلى 145 يورو لكل ميجاوات في الساعة، بينما ارتفع سعر الغاز البريطاني تسليم الشهر المقبل بنسبة 25% إلى 367 بنسا لكل وحدة حرارية. وأثار ارتفاع أسعار الغاز إضافة إلى تسجيل أسعار النفط مستويات قياسية هذا الأسبوع مخاوف عالمية إزاء ارتفاع التضخم. هبطت أسعار النفط للجلسة الثانية يوم الخميس تحت ضغط ارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية، ما أثار مخاوف بشأن الطلب بعد صعود الأسعار إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات. وانخفض الخام الأمريكي 65 سنتا ليصل إلى 76 دولارا فاصل 78 سنتا للبرميل، بعد أن ارتفعت أسعار السوق إلى 79 دولارا فاصل 78 سنتا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2014. وانخفض خام برنت بنسبة 29 سنتا ليصل إلى 80 دولارا للبرميل. تجاوز سعر عملة البيتكوين الرقمية مستوى 55 ألف دولار أمريكي وسط ارتفاع متسارع، وشهد سعر بيتكوين ارتفاعا بنسبة 7.23% خلال الساعات 24 الماضية، ووصل إلى مستوى 55 ألف دولار أمريكي. وبيتكوين عملة رقمية مشفرة لا مركزية معتمدة على التكنولوجيا، ويتميز هذا النظام بمحدودية عدد عملاته وعدم وجود أي مدير له. ختام الموجز للقاء.